السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة أولى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. ان شاء الله النهاردة هنشرح الدرس الأول في الواحدة الخامسة من كتاب بيت باي بيت. وقبل ما نبدأ، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا متابعة على صفحتنا على الفيسبوك اسم الصفحة تعلم بكل سهولة. ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الواحدة معانا النهاردة: مع عائلتي، with my family، with my family، with my family. عائلتي، my family، my family، my family، my m y family، f a m y l y. اب father، 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 f a t h e r. اب father، جد، grandfather، 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 g r a n d father، f a t h e r. اخ brother، brother، b r o t h e r، اخ brother. اخت sister، 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 s i s t e r. جده grandmother، grandmother، g r a n d mother، m o t h e r. أم mother، mother، m o t h e r. عائلتي، my family، my family. أب father، father. جد grandfather، grandfather. أخ brother، brother. أخت sister، sister. جدة grandmother، grandmother. أم mother، mother. بعد كده language functions، الوظائف اللغوية. لما أطلب شيء من حد أقول له please، please يعني من فضلك، زاد الفعل في المصدر. عندنا مثال أهو، بقول please have some cake grandmother، يعني من فضلك يا جدتي ناوليني بعض من التورتة. please have some cake grandmother، من فضلك يا جدتي ناوليني بعض التورتة. طبعا الرد عليها بيكون thank you، يعني شكرا لك. thank you، t h a n k u y o u. من هذا او من هذه؟ who is this، who is this. يبقى who is this يعني من هذا او من هذه. الإجابة عليها أقول this is my، واسم الشخص. لو أخي أقول this is my brother، لو أختي this is my sister، وهكذا. بعد كده نص الاستماع، التيب سكريبت، بقول look listen and repeat، انظر استمع ورد النص. please have some cake، please، please have some cake grandmother، من فضلك يا جدتي نوريني بعض من التورته. قالت thank you هنا، شكرا يا هنا. بعد كده have some tea mother، نوليني بعض من الشاي يا أمي. ردت عليها وقالت لها thank you هاني، شكرا لك يا هاني. بعد كده بقول لي listen point and say، استمع وأشر وكل الكلمات. أول صورة عندي father يعني أب، تاني صورة mother أم، بعد كده grandfather جد، grandmother جدة، brother أخ، وsister أخت. بعد كده بقول لي listen and write the number، جايب لي هنا عند المربع اللي تحت ده، بقول لي هو از ذس، من يكون او من هذا. قال له ذس از ماي جراند فاذر، هذا يكون جدي، وكاتب قصادها 2 يعني رقم 2، وهو على الهنا عند هنا 2. بعد كده بقول لي هو از ذس، من هذا او من هذه. الاجابه ذس از ماي فاذر، يعني هذا ابي، كاتب 4 يعني 4. يبقى ندور على صوره الاب ونكتب فيها 4 في المربع 4. بعد كده بقول له هو از ذس،
من هذا أو من هذه؟ رد قال this is my brother and this is my sister. يبقى وكتب فيها 5. يبقى هنكتب على الأخت أو الأخ الأول 5 وبعد كده الأخت number 6. بعد كده قال له who is this؟ من هذا أو من هذه؟ رد عليه وقال له this is my mother، هذه أمي. وكتب 3 يعني 3. هنكتب في المربع اللي جنب الأم 3، رقم 3. بعد كده بيقول لي who is this؟ من هذا أو من هذه؟ رد وقال this is my grandmother، يعني هذه جدتي. وكتب جنبيها 1 يعني 1. نكتب جنبها في المربع بتاع الجدة 1. بعد كده صفحة الهوم ويرك، الواجب المنزلي. طبعا بنكتب الكلمات اللي عندي ديت بخط واضح وحسن وجميل. بعد كده بقول لي ماتش A with B، وصل A ب-B. نمبر 1 father يعني أب، نوصلها بليتر B. نمبر 2 brother يعني أخ، نوصلها بليتر C. نمبر 3 sister، نوصلها بليتر A. نمبر 4 grandmother يعني جدة، نوصلها بليتر D. نمبر 2 بقول لي circle the right word، ضع دائرة حول الكلمة الصحيحة. نمبر 1 عندي دي صورة الأخت اللي هي sister، الكلمة الأولى. نمبر 2 grandfather يعني جد، نعمل دايره على الكلمه اللي فوق. نمبر 3 دي ام mother، نعمل دايره على الكلمه الاولى. نمبر 4 اب father، نعمل دايره على الكلمه الثانيه. بعد كده بقول لي انسكريب اند رايت، اعد ترتيب الحروف واكتب الكلمه. اول كلمه عندي sister يعني اخت، s i s t e r. تاني كلمه عندي mother m o t h e r. تالت كلمة father f a t h e r. رابع كلمة brother b r o t h e r. number 4 بقول لي write the missing letter، اكتب الحرف الناقص. اول كلمة father f a t h حرف ال h. number 2 grand mother حرف ال d. تالت كلمة عندي sister s i s حرف ال s. number 4 grandfather يعني جد حرف ال r. number 5 بقول look and write، انظر واكتب. number 1 this is my، طبعا دي صورة الاب father f a t h e r. number 2 this is my اخت sister s i s t e r. بعد كده number 3 this is my brother يعني اخ b r o t h e r. رابع حاجة واخر حاجة this is my mother يعني امي، هذه امي. وبكده يا حبايبي نكون انتهينا من شرح الدرس الاول في الوحدة الخامسة من كتاب بيت باي بيت. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا متابعة لصفحتنا على الفيسبوك اسم الصفحة تعلم بكل سهولة. وأسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.